السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. لا تنسى دعمنا لنشر المزيد إن شاء الله، ولمتابع القناة من فيسبوك اللينك أول تعليق. حالة من الغموض حول استكمال معسكر برج العرب، وكارتيرون يترقب إعلان اتحاد الكرة لجدول الدوري بعد تعديله، وذلك يوم الأحد المقبل من أجل حسم مصير المعسكر. حرص لاعب الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي الاحتفال بعيد ميلاد الفرنسي باتريس كارتيرون، ويوافق اليوم الجمعة 30 من شهر يوليو عيد ميلاد كارتيرون، حيث أنه مواليد 1970 ليصل من العمر 51 عام وأحضر لاعبي الزمالك تورطة بالمعسكر. من المقرر أن يلتقي الزمالك غدا السبت مع فريق المجد السكندري في ثالث التجارب الودية خلال المعسكر الحالي ببرج العرب، على أن يدفع كارتيرون في هذه المباراة باللاعبين الناشئين وبعض عناصر الفريق الأول. اقتربت الشركة المكلفة بإصلاح أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك بميت عقبة من الانتهاء من أعمال التطوير، وخاصة أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي استغلت فترة توقف الدوري ووافقت على إصلاح الملعب الذي يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عليه طوال الموسم. كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أن اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب استقرت على التقدم بشكوى ضد نادي الدحيل القطري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعدما أعلن رسميا التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، وأكد أن لجنة الزمالك ستستند فيه الشكوى على قرار فيفا أن اللاعب ما زال عقده ساريا وينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي الدحيل القطري ضمه دون إذن الزمالك. طالب مسؤول الزمالك بالمعاملة بالمثل في ظل تواجد الجماهير بأعداد كبيرة في لقاءات الأهلي ببطولة الدوري، ورغبتهم في التعامل بنفس الشكل والسماح بحضور جماهير الفريق بشكل طبيعي لتقديم الدعم والمساندة للاعبين. طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التعاقد مع 4 لاعبين على المستوى الأجانب في الموسم المقبل، وتضم مهاجم وصانع ألعاب ولاعبان في خط الوسط بمركزي 6 و8. كارتيرون سيحدد برنامجه في الفترة المقبلة بناء على جدول الدوري الجديد الذي سيتم إعلانه يوم الأحد المقبل. حدد كارتيرون أسماء بعض اللاعبين الراحلين في الموسم الجديد، وطلب بالرحيل الثنائي محمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز لاعبي الوسط خلال الموسم المقبل لعدم الحاجة إليهم وعدم القناعة بمستواهم مع الفريق. وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون الاعتماد على إسلام جابر لاعب الفريق في مركز الظهير الأيسر بديلا لمحمد عبد الشافي. نشر عبدالله جمعة صورة لساسي بقميص الدحيل القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وكتب مبروك يا خوي ربنا يوفقك، وهذا الأمر استفز جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن فرجاني لم يرحل بالشكل الأمثل عن الزمالك، فاللاعب لم يجدد عقده ولم ينتظر إلى نهاية الموسم كي يرحل مفضلا الرحيل والأموال. حقق منتخبنا الأول لكرة اليد الفوز على منتخب السويد بنتيجة 27-22 في رابع مباريات المنتخب ضمن المجموعة الثانية لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليصعد منتخبنا للمركز الثاني برصيد 6 نقاط. أسامة فرحات وكيل معروف يوسف: المشكلة في إدارة الزمالك، لازم ترحل الأزمة للمجالس التالية. إدارة الزمالك الحالية لم تتحدث معي، وبالطبع سيكون لي الشرف إذا كان هناك تواصل. معروف تواجد مع الزمالك 8 سنوات، وبالطبع كان لا يريد شكوى الزمالك، لكن عندما وجد عدم وجود تواصل اضطر لشكوى النادي للاتحاد الدولي، وكان يوجد تواصل مع الإدارة السابقة الحصول على 4 ملايين جنيه مقابل إنهاء الأزمة، لكن لم تحصل على أي شيء. كما تزعم صفحات الأهلي، تعرض حساب الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب إفريقي بيتسو ميسومانيا المدير الفني لفريق الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للسرقة، وجاري العمل على استعادة الحساب. وقال الدكتور عمرو محب أن كل ما يكتب على حسابه ليس له أي علاقة به ولا يعلم عنه شيئا، وكلام عاري تماما من الصحة. طلب مسؤولي بيراميدز من مسؤولي الزمالك الحصول على خدمات مصطفى فتحي بشكل نهائي، وذلك مقابل الحصول على مبلغ مالي أو دخوله في صفقة تبادلية، ورفضت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بيع مصطفى فتحي لأي سبب من الأسباب سواء الاستفادة ماديا أو كدخوله في صفقة تبادلية. طلب مسؤول نادي كوكاكولا الرياضي الحصول على خدمات أحمد محمود أحمد عبد العزيز لاعب ناشئ نادي الزمالك بمواليد 2003 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.